وذكر رحمه الله أن من أصول أهل السنة أن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فليس الإيمان قول بلا عمل أو اعتقاد بلا عمل، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقد أفاد هذا الحديث أن الإيمان منه ما هو في القلب، ومنه ما هو باللسان، ومنه ما هو بالجوارح. فالإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال: فمن قام به على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال: ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك، ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر. وهذا من الأصول المهمة في باب الإيمان، أن يعتقد المسلم أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب، فيحرص المؤمن على أسباب زيادة الإيمان معرفة بها وعملا، ويحرص أيضا على أسباب نقص الإيمان معرفة بها وتجنبا. وفي رسالة الشيخ رحمه الله التوضيح والبيان لشجرة الإيمان عقد فصلا نفيسا خاصا بذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان فتزيده وتقويه وتنميه.